معقول ما مسكتها؟ لا ما لحقتها. وعرفت مين هالبنت؟ ما عرفت من العتمة. ليك دير لو كل عيلتها بدهم يدفعوا ثمن الشي اللي صار، يعني اللي صار لسليمان والبضاعة يلي حقها بلاوي. هذا حسابي صار إلي. فكي حزامك وانزلي بسرعة. ما عم يفك. حاولي تفكي. وانت انزلك جاي باتجاهنا. انزلي بسرعة. انزلي على السريع. قررنا محاكمة المتهم طليقا. بدك تأذي رفعت صح؟ شو رح تستفيد إذا أذيته للرجال؟ رح يرجع أبوك يعني؟ رح تنطفي النار اللي جواتك؟ ولا بدك تنهي حبك لدلة باللي رح تعمله؟ ما عاد أقدر بعد عن الغراب ولا لحظة. إذا ما انتهت هالحرب بتضرني لإلي، لأنه إذا أذيت الغراب رح تأذيني إلي. بترجاك لو سمحت لا تخليني بيوم من الأيام انجبر إني أختار بينك وبينه بهالحرب، لأنه وقتها بتكون عم تموتني. إذا كان في إلي عندك شوية خاطر لا عاد تقرب من الغراب. ممكن مالك ما رح ألمسه بحياتي، هذا وعد مني. عنجد شكراً كتير، شكراً كتير بابا لأنك وافقت. بحبك كتير، لو تعرف قديش فرحتني. مين بيأكل معي بوزة؟ اشتقت لك كتير. شو صار له؟ لا تفوت لو سمحت. توتر 100. جاهز. 150. جاهز دكتور. 100. تجاوزنا الخطر، وضعه أحسن، عليه العافية. شو هاد مجموع؟ لك شو عم يصير معه؟ اترك السلاح. زين على السريع. اهدى. شو في؟ لك مين اللي بعتك؟ ها؟ مين انتو؟
مو قلت لك اني ما رح خليك تطلع من السجن؟ ما صدقت، وفوق هالشي نصبتولي فخ. بس ما كنت بالسيارة، كان رفيقي. كنت رح تقتل رفيقي وإيدي اليمين. وهلا ما حدا رح يلاقيك، لا تقلق. صدقني وهون رح تنبسط أكتر من برا. أنت خلص دورك، لأنك حاولت تقتلني وفشلت، وهلا صار دوري. أنا رح أسجنك مو أكتر. سكر. الغراب أخذ رفعات؟ منيح. لك مو قلنا من سنين عم نشتغل سوا؟ شو يلي ما عجبكن لتلغوا كل الشغل اللي بيننا؟ فهموني. التغيير لأسباب شخصية. ليك سيد عاكف، إذا جايكن عرض أقل من عرضنا فنحن أكيد لا. قرارنا نهائي، ما عاد بدنا نشتغل مع شركتكم. عن إذنكم شو رأيك باللي عم يصير؟ متوقع هالشي، بس الموضوع في شي كتير غريب كمان. اي نادر قلي. رفعت بيك انخطف علي. لك انت شو عم تحكي نادر؟ ها؟ امتى خطفوه؟ بأي مكان؟ وانت وين كنت لك؟ ها؟ شو في؟ مين انخطف علي؟ بابا يلي انخطف. كيف؟ أكيد خطفوه بسببي. بهرام اللي عمل هيك، لأنه فشلت بالعملية تبع مبارح، أكيد عمل هالشي لحتى يعاقبني. ماشي ماشي، اهدي شوي وعدي عادي، لنشوف شو رح نعمل. شو طمني؟ هلا وصلت الشرطة على شركة بلجين ليأخذوا علي. طيب. ما بدنا نعمل شيء أخي؟ رح أتصرف، لا تخافي. علي بلجين، أنت رهن الاعتقال. ليش؟ ليش شو عملت؟ بس تروح رح تعرف. يلا قدير. ديلا لا تخافي بنوب، تمام؟ انت بس اهتمي بقصة بابا، اصحك تخافي. بس شو بدي اعمل انا؟ عرفي مين اللي عمل هالشي؟ ليش عملتي هيك قدرات؟ ليش اخذتوه؟ عطيتك اكثر من فرصة لحتى توقفي بصف العدالة وانت ما بدك. شوفي قدرات، انت اللي تركتي العدالة ديلا، لهيك انت وعيلتك رح تكونوا هدفي الرئيسي. مو معقول هالحكي. مو وقتك هلا قدرت، مو وقتك. شو اعمل يا ربي؟ وصلك هاتس الديلا. مين اللي بعته؟ قال انت بتفهمي لحالك. ايه؟ انا رح اعطيكي فرصة. انت بموت مين حابة تتسببي ديلا؟ ديما بنت أخوكي؟ ولا أختك الصغيرة ناس؟ ولا أبوكي رفعت؟ جاوبيني بعد شوي. لا تأذي حدا منهم أبدا، هذا غلطي وأنا اللي رح أدفع ثمنه. شو أسوي؟
خالي مريم لو سمحتي احكي بسرعة لأني مضطرة أمشي. وينه رفعت؟ ليش شوفي؟ قوليلي وينه هلا؟ بصراحة ما بعرف وينه، إذا أنت بتعرفي وين قوليلي لأنه خطفوه، ما عم بعرف وين بدي دور عليه. خالي مريم إذا بتريدي قوليلي وين بيكون مثلا؟ أنا على الأغلب بعرف وين حاطينه. معك 60 دقيقة بس تعطيني اسم يلي راح يموت بين هدول الأسماء. بابا وين؟ خالي مريم خبريني بسرعة وين حاطين بابا هلا؟ نرمين بسرعة، بتاخدي ناز وديما وندى وبتروحوا لمكان آمن، فهمتي علي؟ شوفي ديلا عملي مثل ما عم قلك هلأ نرمين، يلا لاقيهم وين ما كانوا وروحوا من هون فوراً، وخلي كل الحراس معكم، بتضلوا بالمكان الآمن لأنا أتصل فيكم. طيب يلا نرمين بسرعة. تفضل. تمام. بابا 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 لما لاقيك رح لاقيك يا روحي. أبوكي بالقسم الثاني بالحاوية الشمالية رقم 1639. بابا دلو
بابا بابا عم تسمعني شي؟ بابا 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 ليكو لا تفتحي بابا رح اطلعك من هون بابا عملت شيء مين عمل هيك يا عمري مين عمل هيك بابا بترجاك يلا قوم لنروح المستشفى بترجاك بابا تعال معي يلا ساعدني بابا لا تروح مني هلا بترجاك رح اخذك على المستشفى قوم معي طالع رجلك يلا طالع من هون بابا بابا لا تروح مني بدي اسعفك هلا بدي اخذك معي على البيت قوم معي بدي اخذك من هون هلا بابا يلا حرك حالك قوم بدنا نروح من هون حبيبي انت رد علي بابا 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 الله يوفقك الله يوفقك لا تروح لا تروح خلص صول بالك انا انا رح اتصرف هلا رح اتصرف طول بالك ما في شبك شو اعمل بابا بابا انا خايفه كثير لا تتركني قوم شو بدي اعمل هلا قوم وقول لي انت شو اعمل قوم بابا قوم الله يوفقك قوم الله يوفقك بابا 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 الله يوفقك لا تروح وتتركني بابا بابا بوس ايدك لا تتركني بابا بابا حبيبي بابا في بابا انسى قوي وراحت في بابا بوس ايدك لا تروح وتتركني هيك بابا بابا ما فيك تموت وتتركني لحالي بابا انت مو وعدتني انك ما تتركني بابا بابا وين رايح وتاركني يلا
ما وعدتني بهالشي إلا قوم بابا. يلا بحياتي اصحى بابا. انت مو بتوفي بوعودك؟ لازم اعمل شي بابا. ليك خليك هون انت ماشي، انا بدي روح جيب الاسعاف. استناني هون ماشي يا روح. انا ما حط السلب بالاسعاف يجوا لهون. ماشي ماشي ثواني بس ما رح طول. ثواني ثواني ما رح طول عليك. ماشي ما بطول بابا. الاقي شبكه. انا بدي سياره اسعاف دغري. بابا انصاب بطلقه صدره. نحن بمينا توزله يا انسه. انا مالي قدران اجيبه، لازم تجوا لعندي بسياره الاسعاف بسرعه. اجيت حياتي، منيح انك اجيت، منيح انك اجيت بهالوقت حبيبي. بابا نايم جوا وما قدرت فيقه، لازم نساعده يا غراب. انا قتلت ابي بس مو انا اللي عملت هيك، مو انا والله. انا اللي فتحت الباب، بس لو كنت بعرف صدقني غراب ما كنت قربت على الباب ابدا. خلاني انصه، خلاني أوس على أبي وقتله، فتحت عليه الباب وقتلته. لازم نعمل شي غراب. يلا تعال ساعدني غراب. غراب لازم نسعف بابا على المستشفى. يلا نروح. يلا يا روحي ساعدني، بدنا ننقذه. لا لا ما دخلك باللي صار انت، ما اكيد ما دخلك باللي صار. ما دخلك. اللي ما دخلك بموت. تعال ناخذ بابا. اللي ما دخلني غراب. غراب اللي ما دخلك انت، ما دخلك موت أبي، ما دخلك موت أبي، ما دخلك موت أبي، ما دخلك، ما دخلك موت أبي. أنت ما دخلك. قول ما دخلني موت أبوكي. قول قول ما دخلني موت أبوكي. قول غراب. ألو نعم. أنت وين ابني؟ خير شو في؟ أنا من امبارح بالي مشغول عليك. أنت ما رح تأذي رفعت، ما هيك قلي. الله يخليك لا تعمل له شيء. لو سمحت رد علي بلا لهذا الموضوع، هيك بدك تحرق حالك وكمان رح تحرق ديلا. لو سمحت اهدى وانسى كل الماضي بقى كرمال امك. في عندك شيء تاني قبل ما سكر؟ الله معك. يلا خود رفعت وحطه بغير حاوية. قول شي غراب. قول انا ما قتلت ابوكي. قول انا ما قتلت. ما ديلا. ديلا Thank you.
لا أنا ما عندي حدا. جد عيب. وأنا وين رحت؟ انساني أخي، مانو رفيقك؟ عليك العافية، خوفتنا عليك كتير. أنا مديونة إلك كمان. ليش مديونة إلي؟ أنقذت حياتي لتكون نسيت اللي عملته. تستاهلي. انت شو عملت؟ ليش قتلت الزلمة؟ سكرت حسابي. قلت لك الحساب إلي. وقت انت اخذته وحسبته هنيك لأيمت كنت رح تخليه عايش؟ 10 أيام ولا شهر؟ قديش احتمال انه ديلا تغير الوضع؟ قلت لك انا مستحيل اني سامح. بدي هالرصاصة بقلبه. لا تغلط بنوب، كان عقابة لديلا الموت. أنا ما قتلت كرمالك، وتحمد ربها أنها عايشة. أنت خليت ديلا تقتل أبوها؟ أصلاً من لما خانتني ديلا مشان تسلمني للشرطة قتلته لأبوها. لك كنت طلعه من مكانه وخلص عليه بغير مكان. مزبوط يلي قلته. ولا كان بدك يكون لي إيد بقتله لتصير ديلا تكرهني؟ اسمع يا غراب، لأنه أنت ما قدرت بنوب ترمي قلبك، أنا يلي رميت هالقلب. أنا عملت هيك لتبقى عايش وليستمر عهدك من بعدي. بس شوف، إذا بتركض ورا هالحب عدنان رح يخلص عليك، وما بدي هالشي، لأنه أنت حفيدي، أنت روحي والوريث تبعي. زعلان عديلا غراب مو؟ المسألة مو ديلا. لكان شباك، انت ما كنت بدك تصير أكبر حدا بهالمدينة؟ لكان يلا روح، لأنه فتحت لك الطريق للآخر. انتهى زمن الانتقام تبعك، هلأ وقت طلعتك لفوق. عندك طريقين يا ولد، يا بتختار ديلا بالرغم من خيانتها لإلنا، يعني تروح تعترف لديلا كعاشق بكل شي صار مشان تسامحك، ووقتها أنا متأكد رح يقتلوك، يا بتكبر أكتر. لا تطلع لورا، وعطول ارفع راسك لفوق، لأنك أنت حفيد بهرام إدفار ووريثه الوحيد الغراب إدفار. الصبح راحت على شغلها عادي. نحن شو صار وكيف صار هيك ما عنا أي فكرة. طيب ما بتدعوا على حدا؟ كان في حدا عم يهدد العيلة؟ لا بنوب. ماشي، بدي منكم ما حدا يسافر، رح نطلب إفادتكم مرة تانية. منخبركم أول ما تفيق. طيب نحن هون. ليش ما قلتي عن اتصال ديلا؟ ممكن هالاتصال يفيدهم بشي؟ الأحسن ما نقول لهم.
احترامي. ألو؟ متأكد من هالحكي؟ تمام. شو في خبر مو منيح؟ رفعت انقتل محمود. مين عمل هيك؟ استلم انت التحقيق مع علي. عدنان بيك رفعت انقتل من شوي. عندي خبر مو منيح. أول ما يجي المحامي بحكي. أبوك تصاوب. كيف؟ وأعطاك عمره للأسف. ومين عملها؟ لسه مو معروف. اسمعني علي، إذا كنت ناوي تطلع من هون فورا عندي لك عرض. أنا مستحيل اتفق مع الشرطة. أنا ما راح طالعك من هون علي. عدنان كورو أغلو رح يطالعك. بابا وينو بابا ناس؟ ديلا انت ليش قمتي من تختك؟ بابا وين؟ ابوك الله يرحمه. ديلا بالجين العمر الكم. انا لازم اخذ افادتك. ما في داعي، انا رح اخذها. العمر إلكم. الله يسعدك. سلم عليك. دعي له الله يرحمه ديلا. طلع معك حق. اهدي عادي. ما قدرت أحمي اللي بحبه القدرة. بإيدي هدول قتلته. لا مو أنت يلي عملتي هيك. أي واحد ممكن يوقع بهالفخ. أنت الطرف المظلوم بالقصة. أبدا، لأنه كل اللي صار أنا السبب فيه.
لا تلومي حالك بقى، هذا مو ذنبك انت، وهلا انا رح اتكفل بكل الاجراءات، وبعد دفن ابوك بتجي بتعطيني افادتك. ديلا تعي وصلك على غرفتك. يلا بابا وين هلا؟ بدي شوفه لو سمحتوا. طيب في مجال انك تاخدي مهدئ وتنامي؟ شو قصدك اني مجنونة؟ بدي شوف بابا فورا. ندى وين غرفته؟ بدي ودع بابا يا جماعة. ندى لو سمحتي. منذ دقيقة وصلنا هذا الخبر العاجل. اليوم تعرض رجل الأعمال الشهير رفعت بيلجين لهجوم مسلح في ميناء توزلا وخسر على أثره حياته، وما زالت الشرطة مستمرة بالتحقيق لمعرفة من قام بقتل رجل الأعمال رفعت بيلجين. صار ما يكون الورن صاير معه شيء.